نعش النبي أمامه ووراءهم نبذوا كتابه منعوا البتولة أن تنوح عليه أو تبكي مصابة لم يحفظوا للمرتضى رحم النبوة والقرابة أسد الإله كيف قد ولجت نعاج القوم غاوى قد أطفأ نور الهدى مذ أضرموا بالنار بابا بيت النبوة بيتها شادت يد الباري قبابة يا قبابة يا أذن الإله برفعه والقام قد هتكوا حجابة بأبي وديعة أحمد جرعا قد سقاها الظلم صاب عاشت معصبة الجبين تأن من تلك العصابة وأمض خطبا في حشى الإسلام قد أورى التهابة شنو أعظم خطب يا شيعة قال بالليل وراها الوصي وقبرها عفا ترابا توجه إلى رسول الله قائلا يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة آخ وردت الأمانة لكن على أي حال مكسورة الضلع ملطمة العين واختلست الزهراء تعرف يعني وش اختلست الزهراء يعني قتلت فاطمة وكيف لا تقتل وقد عصرت بين الباب والجدار وصيت نوانا اصبرت واستهضمانا ولزمت بيتي يا وذيك الوديعة ما رعاها ولببا وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصى
يا سيد الكون الوصي ما رعى هجمة والدار على البتول وروع وضليت دافعهم وبالباب عصرا وتكسرت الأضلاع منها وصار عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليل ومن كثر ترويعه رجل صارت عليه شحجي وشعدين من مصايب هالجليل وكل ما شفت هالحال قلبي يشتعلنا واويلا وش عظم عليك يا أبا الحسين وإيش المشهد اللي عظيم قالت استنهضتني يا رسول الله وعظام علي يوم بالحجرة لفتني تصيح انت هب مني فدك وسواد دمتني وظليت تنوح بجاه ذاو لولا الوصية والقضى صارت الأخبار ويلي 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 أنا سلمت لله وكسرى وضلاع الوديعة ضعنا عقب عينك يا أبو إبراهيم ضيعة 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 جاروا علينا وضيقوا بينا بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجاء ثم التفت إلى قبر فاطمة قام يتكلم وياها ما ظن يا زهر نعيش في الدنيا بلياج أبا سلم وباروح لا تقعد أنا لولا عيالك بيتت للصبح وياج لكن أخاف حسين يتوعى ويقعدوا أنا أبوك ما خلى سبيلي لو خلى سبيلي لحط الرحى فوق الرحيلي ولنادي يا سما ويا أرض ميلي ميلي أنا قبل الغروب ليش في غليلي شبيدي أنا يا زينة الحور ويا بنت الكليم بجانب الطور لا للذي في اللوح مصطر 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 لخلي الفلك يوقف ولا يدار ولا يدار كل لجل ضلعك المكسور
الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء في زيارة السيدة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. طيبوا أفواهكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. من المقامات العظيمة التي عنيت بها فاطمة سلام الله عليها قدرتها في الاتصال مع عالم المغيبة. الإنسان العادي فقط يلتفت إلى المادية، عينه فقط تنظر إلى ماذا؟ المادية، وهذه حقيقة قرآنية. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم، لكن هناك بعد غيبي لا يستطيع أن يتعرف عليه إلا من أذن لهم الله سبحانه وتعالى. فاطمة عليها السلام كان لديها القدرة في الاتصال مع عالم المغيبة، ومن الشواهد على اتصالها بعالم المغيبات اتصالها بالملائكة، وهذا ما قالته الزيارة: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. الأمر الأول، ما هو المراد بالمحدثة؟ المحدثة بفتح الدال من النساء هي التي تحدثها الملائكة، والمحدث من الرجال أيضا هو الذي تحدثه الملائكة. وقد ثبت في الروايات أن فاطمة عليها السلام كانت الملائكة تحدثها وتحدثه، وهذا ما رواه الطبري عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: سميت فاطمة بالمحدثة لأن الملائكة كانت تهبط فتناديها كما كانت تنادي مريم ابنة عمران. الملائكة شنو تنادي مريم ابنة عمران؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
الإمام الصادق يثبت هذا المقام لجدته فاطمة سلام الله عليها، يقول فالملائكة كانت تناديها كما كانت تنادي مريم ابنة عمران، يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تقول الرواية وكانت تحدثهم ويحدثونها، هنا صيغة مضارعة، والمضارعة في اللغة تفيد إلى شنو؟ استمرارية، يعني مو مرة ولا مرتين وإنما أمرار. كانت الملائكة تهبط على فاطمة وتحدثهم ويحدثونها. أيضا ما رواه في سند صحيح عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال الإمام الصادق مكثت جدتي فاطمة بعد رسول الله 75 يوما وكانت شديدة الحزن على رسول الله وكان جبرائيل يهبط عليها فيحسن عزاءها ويطيب نفسها ويخبرها عن مكان أبيها بعد وعلى ما يجري بعدها على ذريتها وعلي يكتب ذلك. وهذا ما عبر عنه بمصحف فاطمة. العامة يقولون بأن مصحف فاطمة قرآن آخر، نقول لهم لا، هذا زخرف من القول. القرآن شيء والمصحف شيء ماذا؟ آخر. إنما فيه الوقائع المستقبلية ومنه مصائر محمد وآل محمد. فمن خلال الروايات ثبت أن الملائكة كانت تحدث فاطمة عليه السلام، إلا أن البعض من المدرسة الأخرى قد أشكل على هذا المقام لفاطمة وقال فاطمة ليست نبيا، فاطمة ليست رسولا، إنما الملائكة تهبط على من؟ على الرسل. إنما الملائكة تهبط على الأنبياء، ففاطمة كيف تهبط عليها الملائكة؟ هذا لا يعد مقاما أصلا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. في مقام الجواب نقول بأننا عندما ننظر إلى القرآن الكريم نقرأ آياته نرى أن القرآن قد أجاب صراحة على مثل هذا الإشكال، وثبت أن هناك نساء لسن نبيات ولسن مرسلات، إلا أن الملائكة كانت ماذا؟ تهبط عليه وتحدثهم وتعلمهم وتخبرهم بالمستقبليات والمغيبة. من الشواهد مثلا من الإثارات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه منها سارة زوجة إبراهيم، مو قاعد يخبرها ويحدثها فقط، لا، قاعد يخبرها بماذا؟ بالمغيب، قاعد يخبرها بالمستقبل. يقول وامرأته قائمة فضحكت، هني لفظة تأذبية من القرآن الكريم، يعني وايش ضحكت؟ ما هو المقصود فضحكت؟ ضحكت يعني تجددت قدرتها على الإنجاب وصار يأتيها ما يأتي النساء في كل شهر، لأنها في الأصل كانت ماذا؟ عجوزة، لكن القرآن بشرها عن طريق منه؟
الملائكة. فهذه سارة ماذا؟ تحدثها الملائكة. إثارة ثانية أيضا من الإثارة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أمي. غلط اللي يقول إيحاء يعني ألهمة، ماكو مجال للإلهام أصلا، ماكو مجال إلا إلى التحديث المباشر، لأن السياق القرآني جدا خطير. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، فإذا خفت علي فألقيه، أنا ينقدح إلى أم موسى أن تلقي بفلذتك بدها، مو بحر يام يعني محيط، إلا أن هناك ماذا؟ تطمينات ملائكية، تحديثات ملائكية قامت تطمئنها بمصير من؟ بمصير موسى. والقرآن يبين في سياقه، فألقيه في اليم بعد، ولا تخافي ولا تحزني. زحم وش در أم موسى؟ وما الذي يضمن لها أن لا تخاف على ابنها وهي ستلقيه في يم؟ ها، ولا قاعدين يبشرونها بعد، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ترى بنرجع ليش، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذا ملك يحدث من؟ يحدث وأم موسى ليست نبيا، ليست رسولا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء، أيهما أفضل، مريم أم فاطمة؟ سارة أم فاطمة؟ أم موسى أم فاطمة؟ فلماذا تقملون أن الملائكة تهبط عليهن، وعندما يأتي الكلام حول فاطمة ماذا؟ تستنكرون وتستكثر. بل إذا تروح إلى صحاح المسلمين تشوف بلاوي، مثلا ما نقله الحاكم في مستدرك عن حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه. حذيفة بن اليمان من صحابة النبي رضوان الله تعالى عليه وعليه بالعافية. الحاكم يقول بأنه إذا قام إلى مصلى يسمع صوتا يعلمه بعض الأدعية، هذا حذيفة بن اليمان. فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله لقد حدث كذا وكذا. قال يا حذيفة هذا ملك يعلمك، يعلم. وإذا تروح إلى الذهبي بعيد يتكلم عن عمران بن الحصين وهو أحد أصحاب رسول الله بأنه كان تهبط عليه الملائكة حتى أصيب بداء الناسور، فغابت عنه الملائكة، يوم أبري من الناسور ردت جت للملائكة. أنا ما أدري وش الرابط يعني في هذا الجانب، لكن أكو ماذا؟ أكو يثبتون أحين حذيفة بن اليمان مقبول وعمران بن الحصين مقبول، بس إذا جيني لفاطمة مقبولة؟ يا عمي فاطمة مخدومة الملائكة، مو فقط تحدث الملائكة، وإنما هي مخدومة، مخدومة الملائكة. احنا دائما نقرأ هذا الحديث لكن لو نتمعن فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة يغضب الله لغضبها. ليش النبي حذر من غضب فاطمة؟ لأن الملائكة في تصرف من؟ ها؟ بأمر من الله في تصرف فاطمة. وهناك عدة شواهد والتاريخ شاهد، تقول الرواية فأرادت أن ترفع قناعها، ما رفع
رفعت قناعها، أرادت أن ترفع قناعها فارتفعت حيطان المسجد. هذه وش يعني؟ دائما النبي، بل أن عندما تنظر الروايات فاطمة في بداية الأمر كانت مرعوبة، ترى الرحى تدور من غير يد تدير، خفيها ينعدلان من غير يد تعدلهم، كف تهز مهد الحسين من غير يد تهز. طلعت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت له يا أبا قد حدث كذا وكذا، قال هنيئا لك يا فاطمة، فهذا جبرائيل يهز مهد الحسين. اللي الملائكة قاعدة تخدم فاطمة سلام الله عليها. بل أكو رواية غريبة عجيبة تبين المقام العالي إلى فاطمة سلام الله عليها. سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يقول أنا كنت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل استشهاده 6 أشهر، يعني قبل استشهاده ب6 أشهر كنت ملازم لرسول الله. يقول بعد كل صلاة يقف النبي على بيت فاطمة، وعند مراسيم يسويها بعد كل صلاة يقف ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ من هو اللي يستأذن يا جماعة؟ تفت إليه سلمان قال له يا رسول الله البيت بيت والأمة ابنتك، فلماذا هذا التواضع على باب فاطمة؟ وش جاوب على شيعة؟ قال له لو كشف لك البصر يا سلمان، يعني لو عندك بصرنا بصر أهل البيت، قال له لو كشف لك البصر يا سلمان لرأيت الملائكة صاعدة نازلة تستأذن الدخول على بيت فاطمة. أقول لما جيت يا رسول الله إلى هذا البيت اللي الملائكة تستأذن والرسول صلى الله عليه وآله يستأذن، هجموا عليه من دون استئذان، وبالتالي صاغها الكمباني الأصفهاني في أرجوزته الرائعة قال وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليمان هذه وش قصتها؟ سليم كان برا المدينة، دخل المدينة شافها من قلبه رأسا على عقب، أراد أن يحصل على الجواب، راح إلى سلمان المحمدي، طرق الباب على سلمان، فتح الباب سلمان، قال ها سليم وش عندك جايني في هذا الوقت؟ قال سلمان أسألك سؤال واحد وأريدك تجاوبني يا سلمان. قال وش عندك يا سليم؟ قال صحيح هجموا على الزهراء وعصروها بين الباب والجدار. تقول الرواية وكانت مسحات في يده، في يد سلمان، رمى المسحات سلمان
كبا على الأرض. قال والله يا سليم لقد بقت سيدتي ومولاتي عالقة بين الباب والجدار، وقد نبت المسمار في صدرها. وإذا تريد أغرب يا سليم وما على الزهراء من خمار لكنها لادت وراء الباء ون رعاية للصال والحجاب فمذ رأوها عصروها جاهة وعصرها وفوق وجنتها لطمها وضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها. وزينب وزينب تشوفه وقامت تدافع عنها وطاحت وطاح الحمل منها مسقط. يقول وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار ولجل الستر لادت ما بين وبين الجدار وامر على أصحابه وهجم بها على الدار. وفاطم تنادي يا رسول الله تكا ترى ما والرمى متنونها مرة، لا والله مرات يا حبيبي، ها مرة وهي ورا الباب ومرة يوم بعد ما أخذوا علي بن أبي طالب. يقول ملا عطية عنا تدافع والعدو والرمة تنهيك بعينه نظر لا قال كف الصوت عنها. هذه وصايا الأنبياء وهذه محنها، بس تسأل يقول لك علي حاكم الصل المنبر والحبل ملوي بجيده وهو الأسد وانعاجها الأمة تقوده وهو الذي لا راد بس حرك ذا يدعو السماوات العلى تحت الأراضي يقلبها قلب أبو حسين لكن مقيد وش بيده. يقول ملا عطية رادت تبرهل الخلق بضعة الهادي مدت على اليمنى القناع بقلب صالي والثانية على الباب وتزلزل الوادي والكل يصيح ادخل يا ست النساء. لكن رجعت يا شيعة رجعت مألمة رجعت عيونها ملطومة رجعت ضلوعها مكسرة. صح ونادي وفاطمة بشبلانها ردة الأبواب سبعها وين
ماما وإيدي على ضلعها والمرتضى ينشف مدامع حسن وحسن. ومن هالعصر ما قامت فاطمة، ومن هالعصر صارت مريضة عليلة. أيام وليالي الزهرة تنام على جانب، كلما مالت يمينا صرخت آه واضلعا، كلما مالت شمالا صرخت آه واضلعا. لكن بس يدخل عليها أمير المؤمنين تخفي وناتها، تخاف على مشاعر علي، تخاف على قلب علي. صح ونادي وفاطمة، لكن ذات يوم دخل أمير المؤمنين على فاطمة يسمع أنات تفت القلب يا شيعة، وإذا به ينادي الزايد عليك اليوم يا زهرة الوجه بطلة ولا نجذاب قلبي لا تولى يما الحسن بطل الولى نجاوبنا شوف يا ولادك بالبواج مذوب. قالت يا حدر فرقوا بنا ودعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين علي من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام تزوج عقب عيني يا ابو حسين بس هالله هالله عقب موت بهاليتا سكن خواطرهم ونشف دمعتل واجمع اصحابك عقب موت وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفن واللي كسره وضلعه وبالباب عصره لا يحضرون جنازتي يمشي يدد آه فاطمة لو ايش ما يحضرون. اسمع قالت ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي 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 وبعدي على المختار ما نجفت دموعي طبني ولا طمني فوق خدي ومحجر العب قال هالوصل ممدوح بالسبع المذاني انت يا زغرة والنبي كنت واركاني وهسن هدم يم الحزن ركني الثاني اتجدد علي الحزن يا ست النساء. آخ هذا علي ويا فاطمة يا شيعة شوي وإذا بهما خيال خيال يرون يتيما طفل واقف عند الباب هذا منه اللي واقف
وإذا به الحسين حنو تزفر من سمعها. اسمع تجذب الونا من وجعها تنادي وهي تهمل دمعها مو قادرة أمك ضلعها. آخ آخ آه حنو تزفر من سمعها تجذب الولا من وجعها تنادي وهي تهمي دمعها مو قادرة أمك ضلعها. بعيد نادى يا يما جاوبيني أحاجيك يما وانظريني لا فرقوا بينيك وبيني في وين يا زهرة تجيني هاشي عوانا بتجي وانا بتروح ليه اخ صح ونادي وفاطمة خفف يا عقلي هالصوايح جسم انتحل من هالنوايا اباجيك ورجالك ذبايح وانت على التربان طايح. آخ فصل يا فاطمة وضح يا فاطمة قالت أباجيك يا ابني يوم عاشر وانت على التربان عفار مقطوع جسمك بالبواجر الذي يكسر الخاطر مرضوض صدرك بالحوافر. أباجيك يا ابني يوم عاشور وانت على التربان عافور مقطوع جسمك بالبواتر بس الذي يكسر الخاطر مرضوض صدرك بالحواف. قال وش هالخجالة يا الحنونة جين لي من أرض المدينة لكن أنادي يا حزينة روح الشريعة يا المصونة بفاضل ترى مقطوعة يمينة وسهمة ترى في وسط عينة. هذا الحسين قالت عندي الدنة يا أبو محمد بشوفك باقبل شفاتك وباقلب شفوفك أنا كني أعاين بالسموم خضر جوفك الله يعين اللي تشوفك حين لنزاع. هذا الحسين وياها وهذا الحسن قدامها باقي وحده يا حبيبي هذه لها مصيبه خاصه
صرخ وفاطمة أني زينب يا أم زينب بضعة حيدر الكرة جيت أشمد اللطمة وحضين بضعة المختار قالت زينب يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعيد عمري لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري وعذري ماثل قبالك يا زينب طالعي وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار أحس حيني حان قربي لي نور العين وصية عندي لك لازم تحفظيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرر عام 61 نفديها قبل محسن ما يبرز إلى الكفار قبل ما يبرز المظلوم قبل قلبه هون أحرار لأن السهم المثلث بنزعة من خرى ظهرا وتال الشمر يا زينب بيتربع لكن هذا حالهم هالشكي وأمهم وياهم يطالعونه ويطالعه لكن ما حالهم عندما دخلوا إلى الدار ولم يروا فاطمة متعودين يشوفون فاطمة متعودين يشوفون فاطمة لكن دخلوا مثل هالليلة أسمع وين أمنا فاطمة وين أمنا فاطمة يا أسمع قالت أمكما نائمة ما تعودنا تنام في هذا الوقت لا نسمع وننمنا ولا نسمع كلام شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللأ لو يا اسمى سافرت علا وخلتنا هيتا والشهيد يصيح لتفاول ترى قلب انكسر سالمة ويا ريت يا ابن امي كلامك ما يكون فالها فال السلامة لتهته صاح خويا من نحيلي وبهضها ضرب المشار نسأل الله الظل عليه مكسر من الزهر انجبر
آخ وين هون السلامة والجزد منها نحي والضلع منها مكسر والصدر دمه يسيل وظلنتي يا نور عين اليوم والليلة تشيع وللأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر واويلا وسيدتا صاحت اسمه يا أولاد المصطفى وروح الرسول ذاب قلبي ما اقدر احكي لكم يا ساداتي شقال يلا لكن الحجر ادخلوها وعاينوها للبتو وبالعجل ودوا لبكم يا ضياء وعلى الزهر يوم دخلوا عاينوا هم نايمة نومة الموتى وساد ماه بالمصلى وحقلبي مزدلع على هالردى خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطار راح الحسن الى المسجد توجه الى ناحية امير المؤمنين باكيا نادى أبا يا علي ماتت أمي فاطمة مات مالا يقول خرج حافي القدم حاسر الراس مهر ولا صرخ عليه دخل على فاطمة طلع شاف قبالة زينة وايش قال لها يا أبا يوسف قومي يا زينة فاطمة وادعيها قومي يا زينة فاطمة وادعيها وتزودي من قبل من وديها طلعت يا ويلي زينب المحزونة خلي النعش يا ابوي لا تشيلونا حتى اولاد الزاج يودعونا وين البتولة يا علي مودي آخ 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 هذه مشاهد عظيمة على علي لكن إذا تريد أعظم مشهد على علي يفصله ملا عبد الرسول يقول وصارت حجرة الكرار شنها تقول جبانة صارت حجرة الكرار شنها تقول جبانة أسمى تسوي مغيسل فضة تفصل أجفانة تأمل وحسين الشهيد يصيح الله لك يا وجعانة يا وجعانة يا وجعانة يحضنها وباسمها يصيح يا زهرة يناديها آخ حين الزهرة على الأرض شغل خيالك الزهرة على الأرض وبشيلها أمير المؤمنين وإذا به ينادي أعينوني ما تقدر تشيلها يا علي
تقول له أسمى ما تقدر تشيلها. صاح يا أسمى اعذريني من كسر من الظهر، ركني الثاني الزهرة تمشي عني للقبور، حضري ماي الغسلها واضربي لي ستار. امتثلت الأمر وقامت والمدامع سايلة. أبيات الدعاء ونختم عمي. والحسن وحسين قعدوا يسمعوا صبة الماي، كل من يدق على صدره والولي مدوها للراي، نادون يا حيدر أبونا غسل الزهرة بهداي. آي وأسمه مجرح قلبها وللما يتناوله، ولن علي سمع صوته وطلع ما تم الغسيل. لو ايش قعد ما بين اليتامى وسلوته بالمغتسل، نادته أسمى دق اللي صار يا خير عمل، كان ما تحتمل هذا شي جسدها بتحمله. وسمعت صوت النشامى وصاح سلمان شجري، تأمرون بالصبر عند المحن يا حيدر، هل بجي خلت قلوب اليتامى مفطره، وحيدر من الوجه الذايب والمدامع سايله. صاح يا سلمان اشهر مرت على فاطمه، فاطمه تخفي ونتها علي والضلوع مهشمه، ما دريت ضلوع منها بهالمصاب مورمه، تحملت اول غسلها ولا الجثه من حل بنت من ام من حليله من ويل لمن سن ظلمها وآذاها، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى.